من أول يوم لولادة الإنسان تنولد معاه الحرية، لأن الحرية نعمة فطرية أنعمها الله على الإنسان. يعني بنفسي أختار اللي أشوفه صح من دون لا يتعدى على حريات الآخرين. الانتخابات جزء من هالحرية، أختار اللي يمثلني وفق قناعة ولا يحق لأي جهة أنها تضغط علي. ما أسمع الأصوات المحيطة اللي تضغط علي، ولكن أسمع لصوت ضميري. أنا اللي أملك القرار والصوت صوتي.